رجعنا لحضراتكم أعزائي المشاهدين عشان نستعرض مع بعض أهم العناوين والمانشيتات التي تصدرت الصحف الصادرة صباح اليوم، ويمكن في وسط الزخم السياسي اللي احنا بنعيشه خلال هذه الأيام ربما يكون البعض قد نسى أو تناسى يوم السبت اللي جاي اللي يعتبر يوم تاريخي، لأن سيصدر الحكم على النظام السابق والمتهمين وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد حسني مبارك. لكن على العموم دعونا نقرأ أول عنوان رئيسي في جريدة الأخبار، وهو القوى السياسية تدعو المجلس العسكري لتكليف الجيش بالاستمرار في تأمين البلاد، مخاوف أمنية بعد رفع حالة الطوارئ اليوم، ومصادر مسؤولة تعلن الإفراج عن 1500 معتقل جنائي فور زوال الطوارئ. دعت قوى سياسية وحزبية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصفه القائم بعمل رئيس الجمهورية إلى إصدار قرار بتكليف قوات الجيش بالاستمرار في تأمين البلاد لحين انتهاء الفترة الانتقالية قبيل انتهاء سريان حالة الطوارئ اليوم التي نزل الجيش بمقتضاها إلى الشارع يوم 28 يناير عام 2011. قبل ما نكمل أخبارنا، معنا على التليفون لتحليل الأخبار الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم. صباح الخير يا أستاذ رفعت. صباح الخير، أهلا بيك أستاذ رفعت. صباح الخير. يمكن الخبر الثاني اللي معانا يا أستاذ رفعت هو قبل ساعات من الحكم في قضية مبارك والعدلي، النائب العام يحيي العلاء وجمال مبارك وسبع آخرين للجنايات حصلوا على أكثر من 2 مليار جنيه من بيع البنك الوطني المصري، المستشار عادل السعيد حبس علاء وجمال ومنع المتهمين الآخرين من السفر. ويمكن الخبر ده كان يعني من ساعات بالفعل قبل المحاكمة اللي من المنتظر انها تكون يوم السبت، وايضا الخبر الاول الخاص بعادل الخاص بقانون الطوارئ او بحالة الطوارئ المفروض انها تنتهي فعليا اليوم. نبدأ الاول بقانون الطوارئ الذي ينتهي العمل به اليوم، والذي على أساسه نزلت القوات المسلحة لحماية أمن البلاد بعد ثورة 25 يناير. طبعا عشان قانون الطوارئ يستمر لابد أن يتم عرض طلب من قبل الحكومة لمجلس الشعب، وهذا لم يحدث نظرا لتخوف الحكومة أن يرفض مجلس الشعب مد العمل بقانون الطوارئ. وفي نفس الوقت كان من المتوقع أن يرفض مجلس الشعب أيضا مد العمل بقانون الطوارئ، لأن الشعور السابق لدى الشعب المصري على مدى الشهور والسنوات الماضية دايما ينادي بإلغاء العمل بقانون الطوارئ. وعلى الطرف الثالث من حق القوات المسلحة اليوم أن تسحب القوات المسلحة من الشوارع وتعود إلى سكناتها بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ، ولكن هذا لن يحدث بصرف النظر أن كثير من القوى السياسية طالبت المجلس العسكري باتخاذ اللازم نحو تأمين البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية الحساسة التي ستجرى فيها أيضا انتخابات الإعادة بالنسبة لرئاسة الجمهورية. ومن هنا أصبح المجلس العسكري في موقف رئيس الجمهورية، وموقع رئيس الجمهورية هو الذي سيقدر مدى الحاجة إلى استمرار وجود القوات المسلحة لحفظ الأمن الداخلي بالتعاون مع قوات الشرطة أو وزارة الداخلية، وأعتقد أنه سيحدث توافق في هذا الاتجاه دون الحاجة إلى إصدار قرار بمد العمل بقانون الطوارئ، وإن كان هذا من حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن يعرض مجرد أن يخبر مجلس الشعب في هذا الشأن، لأن أعتقد الواقع الأمني يستدعي ذلك وليس فيه مزايدة من قبل طرف على طرف الآخر. أستاذ رفعت، الخبر أو المنشط الرئيسي في جريدة الأهرام متعلق بالانتخابات. وهو سباق محموم بين مرسي وشفيق لاسترضاء الناخبين، وثيقة عهد تلزم الرئيس باحترام حق الشعب في الثورة لتنفيذ مطالبه. الإخوان يعلنون مؤسسة رئاسة تضم أقباط وحزبيين،
أما شفيق فيقول سأتبنى مبادئ 25 يناير. كيف تقرأ هذه العناوين؟ أولا نحن جميعا على مستوى الشعب المصري كثير منا لم يكن يتوقع هذه النتيجة، أن يكون في الإعادة ممثل لتيار الإخوان المسلمين الذي حدث هناك نوع من التحفظات لدى كثير من القوى الوطنية بعد الممارسات البرلمانية الأخيرة ومحاولة هذا التيار أو السيطرة على بقية مفاصل السلطة في البلاد. وعلى الجانب الآخر فريق يكاد يكون متوازي في نفس الثقل يرفض عودة النظام السابق ممثلا في الفريق مع أحمد شفيق، وأنه يرى أنه سيكون إعادة للنظام السابق أو أنه سيعمل على استمرار تواجد أو عودة النظام السابق في كثير من المواقع على مستوى الدولة. لكن ما دام هذا هو حكم الصندوق فلا بد أن نتعامل معه بعقلانية ومنطقية. لكن هناك بعض القوى السياسية ظهرت خلال الأيام الماضية وطالبت أننا لكي نعطي العهد بمساندة مرشح أكثر من مرشح آخر أو نقف بجانب مرشح معين، هو أن يكون هناك وثيقة يلتزم بها أي منهما لتنفيذها حتى لا نجعل الفصيل الذي يمثل هذا التيار بشكل معين أن يستولي على السلطة أو يقصي بقية الطوائف الأخرى في إدارة أمر البلاد. وبالتالي عرض على حتى الآن عرض على الدكتور محمد مرسي هذه الوثيقة، وإن كان لم يصرح بشكل واضح أنه سيوقع عليها بل أنه يعد بتنفيذ ما يأتي في هذه الوثيقة. لكن على الجانب الآخر الفريق أحمد شفيق يؤكد أيضا أنه لن يعمل على إعادة النظام السابق وأنه سيقف بجانب ثورة 25 يناير وسيحقق كل أهدافها ولن يقصي أي طرف حتى بما فيها تيار الإخوان المسلمين وخلافه عن المشاركة في نظام الحكم. لكن في النهاية الحكم سيكون للمواطن العادي عندما يذهب إلى صناديق الانتخابات، وأدعو الجميع أن يكون قرار كل مواطن الذهاب إلى الصندوق ويعطي صوته لمن يرى أنه قد يحقق جزء من آماله وتطلعاته. طيب يا أستاذ رفعت، فكرة المقاطعة للبعض مرفوضة يعني مرفوضة تماما أو إحنا كده هنبقى يعني دي سلبية مش بلا شك وستضر بمستقبل مصر. نعم. لأن في جميع الأحوال سيكون هناك رئيس يجب أن نشارك في اختيار هذا الرئيس. نعم. سواء كنا مقتنعين به اقتناعا كاملا أو مقتنعين اقتناعا جزئيا ونعطي له الفرصة، فإذا حقق آمال وطموحات الشعب المصري فأهلا وسهلا، وإذا لم يحقق فليكن هناك رئيس آخر بعد انتهاء فترته. أستاذ رفعت قبل ما نسيب الجزئية دي، ماذا تقول لمن يردد أو بدأ يتردد أن الانتخابات الرئاسية رغم تقدمنا فيها حتى الآن إلا أن هناك من يشكك بأن انتخابات الإعادة ستتم نظرا لحدوث أي حادث قبل هذه الانتخابات؟ يعني يجب أن لا نعمل على زيادة الشعور بهذا الاتجاه، لأن الانتخابات القادمة إن شاء الله انتخابات ستتم وتحت إشراف قضائي كامل، ويجب أن نثق تماما في نزاهة قضاة مصر لأن كل صندوق موجود تحت إشراف قضائي. وإذا حدث نوع من التشكك في صحة هذا الانتخابات فكأننا نتشكك في قضاة مصر، وإذا اهتزت صورة قضاة مصر فقل على الأمر السلام بالنسبة لمصر كلها، لأن الجهة الباقية يا أستاذ رفعت المؤسسة اللي بقية حتى الآن. طيب يعني بما أننا بنتكلم عن المحاكمات والقضاء، الخبر اللي معايا باقي من الزمن 48 ساعة على حكم القرن، النيابة الحكم التاريخي سيكون عبرة للرئيس القادم. باقي من الزمن 48 ساعة فقط، وتصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني
برهام حكمها التاريخي في محاكمة القرن. السبت القادم يمثل الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاء علاء وجمال وحبيب العدلي وزير الداخلية السابق وستة من كبار مساعديه في قفص الاتهام. يعني المصريين جميعا ينتظرون هذه المحاكمة، وربما العالم أجمع ينتظر هذا الحكم التاريخي اللي كما أطلق عليه محاكمة القرن. ولكن قبل هذه المحاكمة بساعات، زي ما كان الخبر الأول معايا، كان يعني تحويل علاء وجمال وآخرين إلى الجنايات. يعني حضرتك شايف الوضع هيكون يوم السبت، هل تتوقع سيناريو معين؟ هل احنا محتاجين نقول لكل المصريين ان احنا علينا يعني الارتضاء بالحكم ايا كان؟ لا، هناك ثلاث احتمالات بالنسبة لمحاكمة القرن التي سيعلن عن حكمها يوم السبت القادم ان شاء الله، ومتهم فيها حسني مبارك واخرين: اما البراءة، واما حكم مخفف، وإما حكم مشدد. وأنا تماما أستشعر قلق المصريين من نتيجة هذا الحكم، لأن هذا أيا كان الحكم فلن يرضي الجميع. فهناك إذا كان مشددا لن يرضي الجميع، أو مخففا لن يرضي الجميع، أو بالبراءة لن يرضي الجميع. لكن القاضي عندما يحكم في هذه القضية مثل أي قضية أخرى يحكم بناء على القانون والأوراق والأدلة والبراهين التي أمامه، فيجب أن نتقبل هذا الحكم بشكل بصدر رحب. وإذا كان هناك أي اعتراض عليه، سواء من قبل النيابة أو المدعين بالحق المدني أو محامي المتهمين، فيجب أن يتم التعامل به أمام درجات القاضي الأعلى، وليس بطريقة التظاهر والإطفاء بشكل غير قانوني، أو خروج في مظاهرات وعمل نوع من التخريف في أي موقع. ومع أن وزارة الداخلية قد أعلنت عن استعدادات كاملة لمثل مواجهة مثل هذا، لكن يجب أن نكون هو باقي الخبر بيقول إن بتحضر 5000 ضابط وجندي و20 مدرعة لتأمين الجلسة التاريخية. يعني نتمنى إن شاء الله يوم السبت يمر على خير. يعني احنا بنشكر حضرتك أستاذ رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، على هذا التحليل لأهم الأخبار. شكرا لحضرتك يا فندم. لكن شكرا أستاذ رفعت فياض، لكن بنكمل مع بعض أعزائي المشاهدين أهم العناوين والمنشطات التي تصدرت الصحف. البحيري كما جاء في جريدة الجمهورية رئيسا للمحكمة الدستورية. وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بالإجماع في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار فاروق سلطان الرئيس الحالي للمحكمة، والذي يبلغ سن التقاعد في 30 يونيو المقبل، على ترشيح المستشار ماهر علي أحمد البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسا لها. الخبر اللي بعد كده، الخبر الآخر من صفحة 3 بجريدة الأهرام: مفتي الجمهورية، المشاركة في جولة الإعادة واجب وطني، والتأثير على إرادة الناخبين باسم الدين أو الرشاوة حرام. دعا الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية جموع الشعب المصري إلى التوحد خلف الرئيس المقبل مهما تكون نتيجة الانتخابات، مطالبا الأحزاب والفرقاء السياسيين بضرورة البعد عن الفرقة والتمزق والتوحد تحت راية مصر لتعود إلى ريادتها للعالمين العربي والإسلامي، لافتا إلى أن الأزهر الشريف يجب أن يظل المرجعية الوحيدة للإسلام في مصر. وناشد مفتي الجمهورية أبناء مصر تجنب الصدام والفتنة والالتزام بالسلمية والحفاظ على المنشآت بشكل قانوني، وعدم الإنصات للدعوات التي قد تؤدي إلى العنف أو الوقيعة وتسيء لصورة الأمة المصرية التي تتطلع لبناء حضارة ومستقبل جديد وسط الأمم المتحضرة. الخبر اللي معانا جريدة الأخبار متعلق بإعلان 16 مرشح لمنصب الرئاسة في الكنيسة المصرية. إعلان أسماء 17 مرشحا لمنصب البابا، ده العنوان في جريدة الأخبار.
أعلن المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية أسماء 17 مرشحا لانتخابات البابا الجديد بعد أن تم إغلاق باب الترشيحات يوم السبت، وأنهت لجنة 18 أعمالها في تلقي التزكيات المقدمة من الآباء المرشحين، وهم نيافة الأنبا بيشوي ونيافة الأنبا يونس والقمص رفائيل أثامينة والقمص شنودة والأنبا رفائيل والأنبا تدرس والأنبا كيرلوس ميلانو والأنبا بفنتيوس والأنبا بطرس سكرتير البابا شنودة والقمص بخميوس السريان والقمص دانيال السرياني والقمص مكسيوس الأنطوني والقمص أنتاسيس الصموئيلي والقمص بشوي الأنبا بولا والقمص السرياني. دي الأسماء المرشحة أو اللي تم إعلانهم بالفعل، وإن شاء الله خلال الموعد المحدد سيعلن عن أسماء الثلاثة اللي هيتم تصعيدهم. مرة أخرى إلى الصفحة الأولى بجريدة الأهرام، طوابير البنزين تعود والمسؤولون يتبادلون الاتهامات. عادت أزمة نقص الوقود من جديد على نطاق واسع بمحافظة القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى، مما تسبب في إحداث حالة من الشلل المروري والتكدس بمعظم شوارع العاصمة. واصطفت صباح أمس طوابير السيارات أمام المحطات للحصول على السولار والبنزين بأنواعه، مما تسبب في وقوع العديد من المشاجرات بين السائقين وأصحاب المحطات بسبب النقص في الوقود. قد تفاقمت الأزمة بمحطات الوقود بشارع جسر السويس وخاصة منطقة الأربعين التي سيطر عليها سائق الميكروباص بصورة ملحوظة، مصرين على الحصول على السولار قبل غيرهم. وقد تبادل المسؤولون الاتهامات بشأن المسؤولية عن الأزمة، بينما قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للبترول أن السبب الرئيسي لنقص المنتجات البترولية يرجع لنقص السيولة المالية لاستيرادها. يعني مش عارفين المشكلة فين، هو في الحقيقة المشكلة في المواد فين؟ ولا يعني أنا عايز أقول في الناس عايز أقول أنه أن أول امبارح يمكن في بورسعيد كل أصحاب الميكروباصات والسواقين الأجرة كله طلع وعمل مظاهرة عند المحافظة أو عند ديوان عام المحافظة، وتوقفت الأعمال وأصيبت المديريات والمصالح الحكومية بالشلل التام نظرا لعدم وصول الموظفين في المواعيد المقررة. يمكن في ناس ما راحتش خالص يا نوها وعمل مظاهرة كبيرة جدا، ويمكن الحالة فعلا أصيبت بالشلل داخل محافظة بورسعيد. ويمكن اللي الناس اللي بتقول إن ما فيش أزمة، لا في أزمة، أنا جاي على الطريق من بورسعيد الإسماعيلية ما فيش بنزينة إلا عليها قتال، والجيش واقف بيأمن والشرطة واقفة بتأمن المحطات البنزين، فمحدش عارف الأزمة فين. في الوقت اللي رئيس الوزراء أعلن وقال إن هناك مش عارف كام مليون متر أو كام مليون برميل موجودين في الموانئ المصرية بعد وصولها للموانئ المصرية، مش عارف هي مش عارفين هم بيروحوا فين، هم يعني الناس بتفتعل، مش معقولة الناس بتفتعل كل هذا العدد من المشكلات أو في كل المحافظات هتبقى الناس هي اللي بتفتعل. أكيد في مشكلة بس احنا مش عارفين الحلقة اللي فيها المشكلة في أي موضع من السلسلة. هنروح معاكم دلوقتي لبورسعيد والانتهاء من توسعة وتطوير شارع 23 يوليو واللي بيعد المدخل الغربي لمحافظة بورسعيد للقادمين من مدينة دمياط. يعني هو في حي الزهور، صح كده يا عادل؟ لا هو بداية من حي المناخ واحنا رايحين لغاية الشارع الرئيسي اللي بيربط حي الزهور بباقي الأحياء. أيوة هو اللي جاي من دمياط وداخل أول ما يخش حي المناخ هيتلاقي ده الشارع الرئيسي اللي داخل لغايه استاد يعني واضح سعيد. ان هو شارع تطوير لان ده قدام بيت انا الشوارع المهمه يا عادل شارع مهم طبعا يعني شارع رئيسي شارع. طبعا شارع مهم جدا. احنا هنشوف معاكم التوسعه والتطوير الخاص بشارع 23 يوليو ونرجع نكمل فقراتنا.